بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا أطاع المسلم ربه زاد إيمانه ووضح، وإذا عصى ربه نقص إيمانه بحسب المعصية. فالإيمان عندهم يزيد وينقص، وهذا هو الأصل، وهو المفروض على كل واحد أن يؤمن بذلك. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالله جل وعلا جعل الإيمان صفة للمسلم يزيد إيمانه فيقوى، وينقص إيمانه فيضعف. وقوله وأهله في أصله سواء، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، بأنه إذا كان المقصود اسم الإيمان فقط فالاسم واحد، وأما إذا كان في الزيادة والنقص فذلك يختلف باختلاف الحال. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان واحد هو التصديق بالقلب، ومعناه أن لا يزيد ولا ينقص. ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة. عند المؤلف رحمه الله الطحاوي رحمه الله، لأنه حنفي المذهب، وعند الأحناف الإيمان واحد، وعند أهل السنة والجماعة عند الأئمة الثلاثة عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الناس فيه سواء، بل منهم من يزيد إيمانه فيقوى، ومنهم من يضعف إيمانه فيكاد أن يموت. فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمن إذا زاد إيمانه بذل نفسه رخيصة في سبيل الله، وقدم نفسه للجهاد في سبيل الله بسبب زيادة إيمانه وقوته، وأما إذا ضعف إيمانه فهو يتأخر عن تقديم نفسه لأنه يرفق بنفسه. والمؤمن يقدم على فعل الطاعات ويتأخر عن فعل المعاصي، وضعيف الإيمان قد يقوى على فعل شيء من الطاعات لكن لا يقوى عليها فيها كلها، فقد يقوى إيمانه وقد يضعف. فالمؤمن عرضة للضعف والقوة. الإيمان واحد وهو التصديق بالقلب، ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقص. ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. فمرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة أنه يزيد وينقص. فالتصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذا أمر معقول، فليس الخبر بالمعاينة، وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد. مرجئة الفقهاء يقصد بذلك الأحناف رحمهم الله. الأحناف على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والصحيح أنه يزيد وينقص، لأن إيمان أي واحد من الناس، هل يقال إنه كإيمان أبي بكر؟ هل يقال إنه كإيمان عمر؟
وهل يقال إن إيمان أبي بكر وإيمان عمر سواء؟ لا، بل يتفاوت. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. رجل لا يترك طاعة إلا وفعلها، ورجل آخر يعمل الطاعات المستطيع منها والكثير منها لا يأتي بها، يعمل الواجب ويترك المستحب، هل إيمان هذا مثل هذا؟ لا يا أخي، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة أنه يزيد وينقص، فالتصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذا أمر معقول، فليس الخبر كالمعاينة، وليس ما يستدل مثل التصديق. أنت إذا أخبرك إنسان ثقة بأمر ما، هل مثل هذا لو أخبرك إنسان مشكوك فيه؟ أحيانا يصدق وأحيانا يكذب، هل يكون عندك سواء تصديقك لهذا مثل تصديقك لهذا؟ لا، بل يختلف اختلافا عظيما. فليس الخبر كالمعاينة، وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين. فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به، أو كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفا. وكذلك أعمال القلوب، الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل، وهذه الأعمال القلبية تتفاوت قوة وضعفا. فهناك بغض وبغض شديد، وحب وحب شديد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن ينكره أو أن يتجاهله. لا يستطيع المنصف العاقل ينكر هذا. فالرجل يخبر بالخبر، إن كان المخبر ثقة فهو يتيقن ذلك الشيء، وإن كان غير ثقة فهو لا يتوقن. وكذلك إذا أخبرك عالم جليل بأن هذا واجب، مثل ما إذا أخبرك أحد أبنائك الصغار، لا، ما يصير. فالطاعة واضحة، كلما توثقت عندك فإنها تكون طاعة ملزمة، وإذا كانت غير واضحة وغير جلية فلا شك أنها يكون الإيمان بها أضعف. أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان، والآيات الدالة على الزيادة كثيرة، كقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: وأهله في أصله سواء. فالأدلة هذه كلها ترد القول الذي يعتقده الأحناف في الإيمان. الإيمان أن أصله في سواء، وهذا لا يليق بنا أن نقول إيمان أي فرد من أفراد الأمة كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر، ولا إيمان عمر كإيمان أبي بكر، وهكذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين النسب والحسب؟ الفرق بين النسب والحسب، النسب أن ينسب إليه المرء، والحسب
الكرم والرجولة والشجاعة وغير ذلك من الأمور التي لا دخل لها في النسب. يقول السائل: ما حكم صوت القرقرة في البطن من حيث صحة الوضوء؟ ما دامت قرقرة في البطن ما خرجت خارج فليست ناقضة للوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء الصوت الذي يخرج من الدبر، صوت أو ريح، هذا هو الذي ينقض الوضوء. قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، يعني فسو ريح، أو ضراط له صوت. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر؟ إذا باغتك الأذان أذن قبل أن توتر، فيرى بعض العلماء أن وقت الوتر انتهى، ويرى بعض العلماء أنه باق إلى إقامة الصلاة، حيث أنها لم تقم صلاة الفجر، فلا بأس عليك أن تصلي الوتر. يقول السائل: ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ الكافر والمشرك لا بأس بينهما فرق، إلا أحيانا يصدق على المرء أنه كافر إذا لم يصلي مثلا ورفض الصلاة يقال له كافر، ولا يقال له مشرك. والصحيح أن كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لأنه أشرك هواه وترك طاعة الله جل وعلا. يقول السائل: ما معنى مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون بهذا القول الذي سمعنا، وهم مسلمون محققون لا إله إلا الله، لكنهم خالفوا عموم المسلمين في أن الإرجاء التأخير، والإرجاء التأخير، فيقال هذا مرجع يؤخر الإيمان، يؤخر الأعمال الصالحة، وهم أخف معتقد وأحسن معتقدا من غيرهم. يقول السائل: هل البخل ينقص الإيمان والكرم يزيده؟ البخل إذا بخل بالواجب نقص إيمانه، وأما إذا كان البخل بالمستحب والزائد فإنه لا ينقص الإيمان. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هلك هالك عن ولد وثلاث بنات. المسألة المال بينهم، بين الولد وثلاث البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. يمكن أن تقول: المسألة من ثلاثة واثنين خمسة، المسألة على تقسم على خمسة، للذكر سهمان وللأناث كل واحدة سهم. يقول السائل: هل يصح صلاة أربع ركعات قبل الظهر قبل الأذان بساعة؟ نعم يا أخي، الوقت وقت صلاة من حين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فالوقت وقت صلاة، ما ينهى المرء عن ذلك. إن صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات وهكذا، وكلها تسمى صلاة ضحى. يقول السائل: مات رجل قبل ثلاث سنوات وترك تركة من عقارات وأموال ونقد ولم تحصر التركة، وكان له زوجتان وأولاد من أحدهما، فاتفق الأولاد وأمهم على أخذ جميع الميراث وحرمان زوجة أبيهم، وأصبحوا يصرفون المال بلا حصر ولا حساب، وزوجة أبيهم مريضة تترجاهم يعطونها ما تتعالج به من حقها فينكرون. هذا ظلم ولا يصلح به الفتوى، بل هذا هؤلاء يذهبون للقاضي توكل الزوجة المحرومة هذه من نصيبها من يطالب أولاد زوجها بحقها.
يقول السائل: قمت بعمل عمرة لي اليوم، هل يجوز أن أقيم عمرة للوالد بعد 3 أيام؟ وهل أذهب للإحرام من الميقات؟ الأولى أخي أن لا تحرم بعمرة ما دمت مقيما في مكة، أما إن سافرت من مكة فلك أن تحرم بعمرة متى شئت إذا قصدت مكة. يقول السائل: لي عم توفي وله زوجة ولم يكن له أولاد، فمات عمي أولا وبقيت الزوجة، هل يصح الوصية من الزوج لزوجته ثم أوصت لأختها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فالوارث لا يجوز له أن يوصي زائدا على ما يستحق هذا الوارث، فإن أجاز الورثة ذلك أو لم يكن له وارث إلا هذا الرجل فله أن يوصي بما شاء. يقول السائل: هل خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء؟ خروج أي شيء من الدبر ينقض الوضوء، خرج من الدبر روح، ريح، خرج بول، خرج غائط، خرج أي شيء منه فإنه ينقض الوضوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.